حجي الأخوة من محافظة ذي قار فازوا ويانا بالمسابقة الرمضانية عطاء الإمام الحسين عليه السلام بالعشرة الثانية من السؤال، هل المعوذتان سؤال واحد أم سورتان؟ وكانوا موفقين بهذه الإجابة. الهدف من هذه المسابقة الرمضانية عطاء الحسين عليه السلام هي لإيصال صوت الإمام الحسين عليه السلام لجميع أنحاء العالم، المشتركين من كافة أنحاء العالم، عراقيين، عرب، جميع الجنسيات. وفقهم الله لهاي المبادرة وهذه الخدمة. الله يبارك فيكم حجي. الواقع يعني هذا فد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لابد لهذه العائلة لها فد دور ولها فد مكانة حسينية، اللي الله سبحانه وتعالى وفقها في هذا الشرف المبارك. بلغنا وعلى العالم تفاخرنا كحل اسمه. هذا الخاتم المبارك طبعا هو يعني عمره أكثر من 70 سنة في داخل ضريح الإمام الحسين عليه السلام. بالعافية عليكم هذا الشرف الكبير هذا، نسأل الله التوفيق لكم ولعائلتكم الكريمة إن شاء الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. يا حسين يا الواقع بدأ نشكر قناة العتبة الحسينية المباركة وقسم إعلام العتبة الحسينية على هذه التغطية لهذه المسابقة الرمضانية الواقع اللي شارك بها أغلب محافظات العراق، بالإضافة حتى مشاركة من مختلف دول العالم بهذه المسابقة. خلال هذه الأسئلة اللي وردت في المسابقة أسئلة مختلفة، وكان للحضور أعداد كبيرة وذات اهتمام كبير في هذا الجانب. نسأل الله التوفيق لكل اللي شاركوا واللي حالفهم الحظ وحصلوا على هدايا الواقع من العتبة الحسينية المقدسة، ونكرر شكرنا وتقديرنا لكل الأخوة العاملين في إنجاح هذا البرنامج الرمضاني والبرامج الأخرى اللي تابعة العتبة الحسينية المقدسة. عشق معناه يتفسر نشيد الحار قريناها وذخر ردناها بالمحشر.